مرحبا وأهلا فيكم عن جديد بقناتي. رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم يا رب بالخير، كمان جمعة مباركة. كمان شوي رح نطلع هلأ على الفطور، فحبيت إني أعملكم هذا الميكاب لوك وصورت لكم إياه، خصوصا إنه أنا كل هذا الميكاب استعملت فيه بس هذه الباليت كتير صغيرة للآي شادو لللبس وشوي للبلاش. فإذا كنتوا حابين تعرفوا كيف تعملوا هذا الميكاب لوك بهذا البالت الصغيرة من شيك لاب، خليكم عم بتتابعوني، وكمان رح أفرجيكم شوية برودكت وصلوني من شيك لاب. بس قبل ما تنسوا تتابعوني على أكاونتي على الإنستغرام رح أحط لكم إياه. وهلأ يلا نشوف الفيديو مع بعض. أوكي، حنبلش بالعين، حنحط كونسيلر كبرايمر وهلأ بندمجه. وبأي باودر منثبته. رح استعمل من هدول الأشياء اللي وصلوني، وراح أختار هذه الباليت. طبعاً كل الميك اب اللي راح نعمله راح يكون من هاي الباليت، فيلا نشوفها مع بعض. أوكي، هي باليت كتير صغيرة فيها أربع ألوان. التشالنج حيكون إنه راح نعمل كل ميك اب اليوم بس بهذه الباليت. رح نبدا ناخذ هذا اللون اللي هو بني محمر، وحنحطه على الكريس بس بشكل دائري. وحنعمل نفس الشيء على العين الثانية. طبعا ما بدنا نسحب العين، بدنا نخليها بس بشكل دائري. هلا راح اخذ بنسل برش وراح ارجع اخذ نفس اللون وراح احطه على اللور لاش. وهلا راح ناخذ فلات برش وبنفس اللون راح نحطه على اللور لاش لحتى يعطيني ديمنشن اكثر. طبعاً لاحظوا إنه إحنا كل هذا عم نستعمل بس لون واحد. طبعاً بهاي الحركة إحنا بس عم نركز اللون أكتر هون لحتى يحدد لنا العيون. وهلأ رح ناخد هذا اللون بأصبعنا. رح استعمل هذا البرودكت اللي هو آي شادو ستيك وراح أوزعه على العين. وبندمج على السريع بس الأطراف. وهلأ رح نحط الموش ونرجع، رح يكونوا من بي جي لاشز والستايل اسمه سجا. ولا قلب العين رح استعمل هذا القلم اللي هو كروما زوم. اوكي، هلا لللبس رح نستعمل كمان هذه الباليت الاي شادو لللبستيك. اول شيء رح نجيب شوية كونسيلر وبدنا نخبي اللون التوم وندمجه. ووصلتني هذه الكيت، I think إنه فيها ليب لاينر. رح نستعمل هذا الليب لاينر اللي هو ليب دازل وراح نبدأ نرسم الشفاف.
اوكي هلا راح ناخذ هذه البروش وراح نرجع لهذه الباليت الصغيره وراح ناخذ نفس اللون وحنمشي على الشفاف. راح نحاول نبعدهم عن السنتر. اوكي وبالنسبه للبلاش حيكون هذا البلاش كمان من شي جلام واسمه لوف كيك. نحط نقطه 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 بعدين بالستبلينج برش رح ندمج. طبعاً إذا كنتوا حابين إنه تستعملوا هذا اللون كمان كبلاش فيكم أكيد، بس انتبهوا لأنه البيجمنت حيكون كتير عالي. So ضربة واحدة بس وبس ضربات خفيفة. أوكي هلأ بالنسبة للعيون هيك خلصنا أكيد، بس ما رح أحط آيلاينر. إذا في عندكم شوية آثار من الجلو غطوها بليكويد لاينر. وبالنسبة للهايلايتر رح يكون كرومازون كمان من شي جلام. وبهيك بنكون خلصنا هذا الفيديو اللي فرجتكم فيه كيف نعمل هذا الميك اب باستعمال هذه الباليت من شي جلام. بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو واستمتعتوا انتوا عم تحضروا. اذا حبيتوا هذا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك تحت بالكومنتس. بدي اقتراحات لفيديوهات جديده حابين تشوفوها على قناتي. كمان ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع صحباتكم لحتى يستفيدوا ويصيروا فرد من عائلتنا. انت كمان ما تنسي تكبسي على زر الاشتراك وصوره الجرس لحتى يوصلك مسج اول ما بينزل الفيديو. طبعا ما تنسوا تتابعوني على اكونتي على الانستغرام. بحبكم كتير كتير واشتقت لكم كتير، وان شاء الله اقدر اشوفكم بالفيديو اللي جاي. باي باي.